أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بين السطور، في جولة على مختلف الملفات والتغطيات عبر التحليلات، القراءات والكاريكاتيرات في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. ونبدأ بالصحافة المحلية لكن بعد هذا الفاصل. تتنوع معالجات الكتاب الصحفيين في صحافتنا المحلية حول القضايا الوطنية المختلفة واشتباكنا مع القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب على غزة. الكاتب سميح معايطة في صحيفة الغد يكتب مقالة بمناسبة مرور ربع قرن على تولي جلالة الملك الحكم تحت عنوان ربع قرن من عهد الملك كيف نقرأها، ويقول: هذا العام يكمل الملك ربع قرن من الحكم، لكن تتابع عقود الحكم والتوقف عندها ليس لغاية الاحتفال والبروتوكول فحسب، لكن الأهم إنها فترات من عمر الدولة تتعاقب وتحمل معها الاستمرار والاستقرار والبناء، والأهم تجاوز كل كوارث الإقليم ومحطاته الصعبة بحكمة الملك ووعي الأردنيين الصادقين، مما فوت الفرصة على مراهقي السياسة وحملة الوهم. ويعرض المعايطة الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الإقليم وتأثر وتأثير الأردن بها، ويقول: أزمات وكوارث محطات صعبة خلال ربع قرن من عهد الملك كانت تحتاج إلى حكمة وحزم وحلم ومخزون علاقات مع الناس والعالم. احتلال العراق وما قبله وبعده، أزمة سورية، القاعدة واستهدافها الأردن، وبين عام وآخر كانت القضية الفلسطينية حاضرة بأزمات يصنعها الاحتلال وتوتر سياسي كبير بين الأردن وهذا الكيان. وكان مشروع صفقة القرن التي تعامل مع الملك بحزم أغلق الأبواب أمام تنفيذها. وفي ختام مقاله يقول: لسنا في صدد تقييم المرحلة أو الدخول في تفاصيلها، لكنه مع مرور الأيام الأولى لهذا العام الذي سنتوقف فيه مع ربع قرن من عمر الدولة الأردنية في عهد الملك، كما كانت مراحل سابقة في عهود الملك المؤسس والملك طلال والملك الحسين رحمهم الله، لكن كل هذه المراحل تروي حكاية بلد صمد وبنى وأنجز، تعامل بوفاء مع الصادقين معه، وأفشل حقد من كانت رسالتهم إطفاء نار الأردن والأردنيين. مراحل مهمة لأجيالنا أن تتوقف عندها بموضوعية ومنهجية علمية حتى ننصف بلدنا وأنفسنا وقيادتنا. فيما يكتب في صحيفة الرأي بلال حسن التل مقال بعنوان شروط المهزوم، حيث يقول: من بديهيات الحروب على مدار التاريخ أن المنتصر هو من يضع شروط إنهاء الحرب، لكن الكيان الصهيوني الذي قام على نكران الحقائق بل وقلبها يريد أن يغير هذه الحقيقة من حقائق التاريخ، ويسعى بكل عنجهية لفرض شروط إنهاء الحرب في غزة التي انهزم فيها منذ اللحظة الأولى لاندلاعها في 7 من تشرين الأول من العام الماضي، وهي هزيمة أقر بها جهارا نهارا عدد من قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين وبصيغ مختلفة، ومنهم إيهود باراك وإيهود أولمرت، ناهيك عن عدد من رؤساء الأركان السابقين في جيش العدو. ويتابع التل: ومن مؤشرات هزيمة العدو حجم النازحين ممن يصنفهم بأنهم المدنيين، فقد وصل عدد هؤلاء النازحين من مستوطنات غلاف غزة وغيرها من المستوطنات إلى مئات الآلاف، مما كبد الكيان خسائر اقتصادية بالمليارات، ناهيك عن الهجرة المعاكسة من كيان العدو إلى الخارج. ويختم: رغم كل هذه الأدلة والبراهين القاطعة على هزيمة الكيان الصهيوني وجيشه، فإنه بكل الغطرسة والعنجهية وما تسببانه من عمى يسعى لفرض شروط المنتصر. ولقراءة ما بين سطور هذا المقال معنا عبر الهاتف الكاتب الدكتور جورج طريف، أهلا بك معنا. يعني مع قرب اكتمال مرور ربع قرن على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني الحكم، مرت المنطقة خلالها بأحداث جسام وكوارث كان لها تداعيات على الأردن، منها احتلال العراق، الأزمة السورية، داعش، ومحاولة النيل من الأردن صفقة القرن.
كيف استطاع الأردن تجاوز هذه الصعاب والتحديات؟ الواقع أن جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه السلطة عام 1999 وحتى يومنا هذا وهو يسعى دائما إلى بذل جهود كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي. جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، وله علاقات مميزة مع كافة الدول العربية والإسلامية وعلى المستوى الدولي أيضا، وله وزن سياسي معروف على مستوى هذه الدول. على المستوى الداخلي استطاع جلالة الملك أن يحقق العديد من التطورات أو الأشياء المهمة تجاه الأردن، من أبرزها التعديلات الدستورية التي أحدثها على دستور عام 52، وهي نحو 42 تعديل، من أبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإنشاء المحكمة الدستورية. دكتور، ابقى معنا لقراءة ما بين السطور مقالات أخرى. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى عالم الكاريكاتير لهذا اليوم مع موقع سواليف، هذا هو عماد عواد. وفي صحافتنا العربية ما يزال ملف غزة يتصدر المعالجات والقراءات للكتاب والمحللين، ويبدو الإجماع على أن ما زال الضباب يخيم على المشهد، فلا آلة الحرب الإسرائيلية تكف عن القتال، ولا الشعب الفلسطيني يبدي أي إشارة إلى الضعف أو الانكسار. صلاح الدين الجرشي في موقع عربي 21 يكتب تحت عنوان عندما يصبح الشيطان مصلحا اجتماعيا، وفيها يقول: قدم مجرم الحرب وقتل الأطفال بنيامين نتنياهو في حوار مع الإذاعة العامة الأمريكية NPR نفسه كمصلح ديني وسياسي مؤهل، ليس فقط لتغيير هوية الفلسطينيين، بل ويزعم أن ذلك ما يجب القيام به في جميع البلدان الإسلامية. فخلال تجواله مع إيلون ماسك مالك منصة إكس، عمل على إقناعه بخطورة الفلسطينيين وثقافتهم بترويج ثقافة الموت، ودعا بكل صفاقة إلى إحداث تغيير في الإسلام بحجة إلغاء التجديد في هذه البلدان المسلمة. ويتابع الكاتب: تقول الدكتورة الإسرائيلية في جامعة حيفا تيبورا تشاروني لم ترد كلمة واحدة في البرنامج التعليمي لليهود حول التطلع للسلام بين إسرائيل وجاراتها، فهناك حرص على صناعة جيل مشحون بالكراهية والعداء ضد الفلسطينيين والعرب، كما أن المواد الدينية تحمل طابعا عنصريا، حيث ينشأ الطلاب على فكرة شعب الله المختار، وأن غير اليهود أغيار يجب قتلهم في وقت السلم والحرب، كما أن كتب التاريخ المدرسية لا تشير إلى فلسطين ولا ذكر للفلسطينيين في كتب التاريخ. ويختم: الذي يزعم أنه سيصلح أحوال الآخرين هو في الحقيقة كاذب، وسلوكه معاكس لخطابه وادعاءاته، فالذي يحتاج إلى إصلاح ثقافي عميق هو من يعتقد بأن مخالفيهم أشرار يجب القضاء عليهم، وكثير من الأشياء في المجتمع الإسرائيلي خاطئة ومزيفة. فالكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي اعتبر في مقال نشره في صحيفة هارتس إن مؤسسات الدعاية في إسرائيل أداة غير أخلاقية، ومن يكتفي بالصدمة مما حدث لنا ويتجاهل ما كنا نفعله منذ ذلك الحين لا يتحلى بذرة نزاهة أو ضمير. وبالعودة إلى الكاتب الدكتور جورج طريف، يعني هل تعتقد بأنه أمريكا أصبحت الدولة العظمى هي أداة من أدوات نتنياهو، وأيضا كيف ينعكس عربيا وإسلاميا وعالميا دعمها له بدون حدود في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني؟ نعم، من المؤكد أن إسرائيل أن أمريكا أداة بيد إسرائيل وبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، كونها لا تخالف له أمرا، وكذلك تقدم له الدعم المستمر سواء الدعم العسكري أو المالي أو المعنوي أيضا على صعيد العالم، وحث العالم على مساعدة إسرائيل تحت حجة أنها بحاجة إلى دعم كون هذه الدولة تدافع عن نفسها.
على أي حال لا شك أن مواصلة إسرائيل لعدوانها الوحشي على شعب أعزل يشكل سابقة تاريخية لم يشهدها التاريخ الإنساني الحديث منذ قرون، من حيث قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت على رؤوسهم وتشريد مئات الآلاف من منازلهم من دون أخذ أي اعتبار لا للقانون الدولي ولا للقانون الدولي الإنساني. من خلال متابعتي أنا بجد أن المرحلة التي تمر بها إسرائيل حاليا مرحلة يعني ستأخذ الحرب إلى منحى آخر في المرحلة الثالثة من هذه الحرب. نعم. لأننا نجد أن بعد مرور بعد 3 أشهر لم يستطع نتنياهو ولا جيشه أن يحقق الأهداف التي رسمها لنفسه، وهي استعادة الأسرى أو لدى حماس. نعم، كل الشكر لك الكاتب الدكتور جورج طريفي. وإلى كاريكاتير من صحافتنا العربية لهذا اليوم من صحيفة الاقتصادية السعودية. أما شريف عرفة في صحيفة الاتحاد فعبر عن رؤية العام 2024 على النحو التالي: وصلنا معكم إلى الصحافة العالمية، وهي تعكس في مقالاتها ومعالجاتها الموقف العالمي المنقسم، لا بل المتشعب، تجاه الحرب الإسرائيلية على المحاور المختلفة. صحيفة الجارديان كتب لها جوليان بورجر بعنوان: الشرق الأوسط يقترب من الانزلاق إلى حافة صراع إقليمي واسع. يسهل الكاتب مقالته بالقول إن الشرق الأوسط ظل ينزلق نحو شفا حرب إقليمية منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول ورد الفعل الإسرائيلي الشرس في غزة. وأضاف إنه في غضون ساعات من اندلاع الحرب بدأ حزب الله في لبنان بإطلاق النار على بلدات وقرى شمال إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، ما أدى إلى شن غارات جوية إسرائيلية ردا على ذلك. كما هجمت قوات الحوثيين في اليمن السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل في البحر. وتابع التقرير: في البداية رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007 في أعقاب هذه الحرب الوحشية، غير أنهم صاروا تدريجيا أكثر تقبلا لانتهاز فرصة نادرة لإقامة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرى الكاتب مسارح الصراع هذه لديها القدرة على إشعال حريق كبير في الشرق الأوسط، وقد أظهرت الأيام القليلة الماضية كيف أن التصعيد سواء كان مقصود أم غير مقصود يمكن أن يدفع إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة مع إيران ويجذب الولايات المتحدة أيضا. ونختم الحلقة مع وقفة مع الكاريكاتير العالمي من الاندبندنت للرسام علاء رستم حول مغادرة عام 2023. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من بين السطور، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.